بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد تكلمنا في الحلقة السابقة أو الحلقات السابقة على الآيتين من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، إلى قوله: لعلكم تهتدون. والآن نبين ما يتضح لنا من الأحكام أو من الفوائد المأخوذة من الآيتين. الفائدة الأولى التي تؤخذ من الآيتين وجوب تقوى الله حسب الاستطاعة على أي حال، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ففيه وجوب تقوى الله جل وعلا، ومن اتقى الله فإنه يؤدي ما أوجب الله عليه ويتجنب ما حرم الله عليه في أي مكان وفي أي زمان كان، قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمؤمن يجب عليه تقوى الله في كل حال وفي كل زمان وفي كل مكان، لأنه عبد لله سبحانه وتعالى، يتقي غضبه ويرجو رحمته. أما الذي لا يتقي الله أو لا يتظاهر بتقوى الله إلا إذا كان مع الناس، وإذا خلى عن الناس بارز الله بالمعاصي، فهذا نفاق أو هو النفاق، وهو إظهار الخير وإبطان الشر، نسأل الله العافية. وهذا لا يكون متقيا لله عز وجل، وإنما يكون متقيا للناس، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المنافقين بأنهم إذا صاروا مع الناس أظهروا النسك والتقوى، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ثانيا، يؤخذ من الآيتين وجوب التمسك بالإسلام في كل لحظة وفي كل حين، ليموت عليه الإنسان فتحسن خاتمته، ولا يأخذ الإنسان طول الأمل ويتمادى في المعاصي ويقول: سأتوب في المستقبل، فإنه لا يدري، لعله لا يدرك هذا الزمان الذي أمله، وأن يؤخذ على غرة. فيجب عليه أن يداوم تمسك بالإسلام، المحافظة على الدين في كل لحظة من حياته، لأنه لا يدري متى تكون النهاية والحاسمة. وفي الآيتين النهي عن التساهل في المعاصي وتأجيل التوبة، لأنه إذا فعل ذلك فحري أن يموت على غير الإسلام وعلى غير توبة. ولهذا يقول سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. ثالثا أو رابعا، يؤخذ من الآيتين الكريمتين وجوب التمسك بحبل الله جل وعلا. وحبل الله كما تقدم قيل هو جماعة المسلمين، وقيل هو القرآن،
فقيل هو الإسلام، والكل حق، كله حبل الله، لأن الأصل في الحبل أنه هو السبب الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأمور توصل إلى رضا الله، لأن الله أمر بالتمسك بالقرآن، وأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، وأمر بالتمسك بالإسلام دائما وأبدا مدى الحياة. فكل هذه الأقوال حق، كلها يتضمنها حبل الله جل وعلا. لقد جاء في الحديث في وصف القرآن أنه حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، كلها أوصاف لكتاب الله عز وجل، لأنه مصدر الخير ومصدر السعادة للأمة. ويؤخذ من الآيتين النهي عن التفرق، النهي عن التفرق، وهذا من أخطر الأمراض، تفرق بين المسلمين، تشتت بين المسلمين، لأن الله يريد للمسلمين أن يكونوا أمة واحدة، كما قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالإسلام يحث على الاجتماع، ويحث على وحدة الكلمة، وعلى لزوم الجماعة، لأن هذا فيه خير للمسلمين عاجلا وآجلا، وينهى عن التفرق والاختلاف. ولهذا يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهذا إخبار معناه النهي، معناه النهي عن التفرق، والأمر بلزوم هذه الفرقة التي هي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الفرقة الناجية. فلا يجوز للمسلمين أبدا أن يتفرقوا إلى شيع وأحزاب، وإلى انتماءات كثيرة، لأن هذا يحدث العداوة بين المسلمين، ويبعد عن، ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، أي هذه الفرق المخالفة لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه أصحابه، يكفي هذا ذمًا لهذه الأحزاب وهذه الجماعات المخالفة لما عليه جماعة أهل السنة المتمسكين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التفرق شقاء، التفرق عذاب. ولا يعني هذا أن الناس أو أن العلماء لا يختلفون في استنباط الأحكام من الأدلة، لأن هذا شيء مطلوب، أن العلماء يعملون اجتهادهم في طلب الحق وتحري الصواب، فمن أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد. ولكن ليس معنى أن له أجرا واحدا أن يبقى على خطئه أو أن يقتدى به في هذا الخطأ، ولكن الواجب على من ظهر له الخطأ، سواء كان صاحب القول أو غيره، الرجوع إلى الحق. والرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل، وهذا هو الواجب. فإذا كان الاجتهاد الفقهي يؤدي إلى تعصب
للآراء، فهذا هو التفرق المذموم. أما إذا كان الاجتهاد الفقهي يؤدي إلى طلب الحق والبحث عن الصواب فهذا اختلاف لا محذور فيه، وهو ضروري، وهو ضروري لالتماس الحق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب وضمنه الحق. ولكن الحوادث والنوازل تكثر وتحدث في كل زمان بحسبه، فأهل العلم مهمتهم أن ينزلوا هذه الحوادث وهذه النوازل على كتاب الله، وأن يجتهدوا في معرفة حكمها من كتاب الله، فمن أصاب فله الأجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ فله أجر الاجتهاد ولكن الإصابة، ولكن الخطأ يكون مغفورا له لأنه لم يتعمد مخالفة الحق وإنما هدفه البحث عن الحق. فهذا هو شأن المسلمين، أنهم لا يختلفون في أمور العقيدة، لأن العقيدة ليست مجالا للاجتهاد والأخذ والرد، وإنما هي توقيفية. وأما المسائل الفقهية العملية فهي ما نص الله جل وعلا على حكمه، أو نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكمه، فهذا لا مجال للاجتهاد فيه. وأما ما لم ينص على حكمه فهذا يجتهد في معرفة حكمه، والناس يختلفون في هذا، والرائد هو الحق والمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.